نأتي إلى ميدان الرياضيات وهو وثيق الصلة بالعلوم الأخرى حتى يمكننا حل المسائل والمعادلات وغير ذلك. هناك آلاف التناقضات والأخطاء الرياضية الحسابية في الإنجيل، سوف أتناول فقط بعضا منها. في عزرا الإصحاح الثاني الآية الأولى وفي نحمية الآية السادسة من الإصحاح السابع الكلام عن الذين خرجوا من أسر بابل في عزرا من الآية الثانية وحتى الثالثة والستين. هذه القوائم موجودة هنا. نعم، وفي نحمية كذلك من الإصحاح السابع إلى الآية السابعة إلى الخامسة والستين تذكر أسماء الخارجين من الأسر وعددهم. ففي الآيات الستين المذكورة توجد قوائم الأسماء، والعجيب أنه فيما لا يقل عن 18 مرة تتطابق الأسماء بين السفرين لكن الأعداد تتضارب. أجل، ما لا يقل عن 18. انظروا في عزرا القائمة الإصحاح الثاني الفقرة 64 ما لا يقل عن 18 تناقضا واختلافا وتضاربا في الأعداد. ويذكر أيضا في عزرا الإصحاح السادس الفقرة 64 أن حاصل الجمع هو 42,360 شخصا، وكذلك هو حاصل الجمع في نحمية الإصحاح السابع الفقرة 66. لكنك لو قمت بالجمع الصحيح فحقيقته في عزرا هي هذه قائمة عزرا وتلك نحمية. في عزرا الإصحاح الثاني وفي نحمية الإصحاح السابع إذا أجريت عملية الجامعة وجدتها في عزرا 29,818 فردا، وفي نحمية إذا أجريت الجامعة هو 31,089 فردا، وعليه فصاحب الإنجيل والمفترض أنه الله تعالى لا يعرف عملية جمع سهلة وبسيطة. إذا أعطيتها لتلميذ في المرحلة المتوسطة كان بإمكانه أن يقوم بذلك بسهولة. إذا نظرت إلى 60 آية هل لا يمكن على الله سبحانه وتعالى أن يقوم بعملية جمع بسيطة؟ لكن هذا باعتبار كما يزعمون أن الكتاب لله سبحانه.